الشحنة الأولى من منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء تصل إلى ميناء المكلا. المنحة مقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمحطات الكهربائية في المحافظات المحررة، تصل تكلفتها لنحو 200 مليون دولار. نثمن الدعم لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، دعم متواصل لن يعود فقط على الكهرباء بالفائدة، ولكنه سيعود أيضا على كافة الأصعدة، فهناك سيكون استقرار في المستوى المعيشي للمواطن، سيكون استقرار في مجال الأمن أيضا وفي كافة الأصعدة. نتقدم بالشكر الكبير للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي بشكل عام ولدول التحالف. هذا الدعم من الأشقاء لقطاع الكهرباء سيخفف من العبء على الحكومة والسلطات المحلية في شراء المشتقات النفطية، إلى جانب تقليص ساعات انقطاع التيار والذي شهد تحسنا كبيرا بفعل الطقس وتوفر الوقود. اليوم وصلت 2 بواخر وليس باخرة واحدة، باخرة تحمل على ضيها 5000 وباخرة تحمل 3050 واقفة مستنية، وهذه سوف يعني طبعا هذه من مادة المازوت، وهذه سوف تساعد كثير جدا خاصة في المحطات الكبيرة اللي هي أساسية عندنا على المازوت في تخفيف التشغيل على الديزل، وإن شاء الله بإذن الله مع نزول الأحمال هذه يتعزز الوضع ويتحسن أكثر بإذن الله. سيساهم هذا من تخفيف الأعباء على شركة النفط بساحل حضرموت وكذلك السلطة المحلية بالمحافظة، ونشكر البرنامج السعودي لإعمار اليمن وفي دعمهم لأخوانهم في محافظة حضرموت، وهذا ليس غريبا عليهم بالدعم المستمر ووقوفهم الدائم. حصة حضرموت من الدفعة الأولى نحو 13,000 طن متري من المازوت و8,000 طن متري من الديزل، مخصصة لمحطات الكهرباء والطاقة في مدن الساحل والوادي. السلطات في المحافظة ثمنت هذا الدعم المستمر من الأشقاء في التحالف العربي، والذي شمل مختلف القطاعات الحيوية. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.